أقدم لكم أعزائي وعزيزاتي وصفة بسيطة للغاية، وصفة لنمو الشعر، وهي معجزة فعالة جدا وتتطلب فقط مكونين ربما يكونان موجودين في مطبخك. يعمل هذا الزيت السحري المصنوع منزليا على تنشيط الدورة الدموية بفروة الرأس، وبالتالي يعزز نمو الشعر بشكل أسرع. من أجل صنع هذا الزيت السحري شوفي الطريقة خطوة خطوة. العنصر المهم والأساسي نحتاج إلى الفلفل الأحمر الرقيق الحار جدا، يكون حار سواء الفلفل الأحمر المجفف أو الفلفل الأحمر الأخضر، لك الاختيار في ذلك. هذا موجود في كل دول العالم، الفلفل يعني الأحمر يباع عند العطار مجفف أو اشتريه أحمر طازج، ممكن ذلك. اطحنيه جيدا تتحصلي على مطحون مسحوق الفلفل، الفلفل الأحمر الحار يباع عند العطار جاهز مطحون، ويباع عند العطار فلفل مجفف. له خصائص رائعة في تنشيط الدورة الدموية في بصيلة الرأس، يتغلغل في نسيج البصيلة ويغذيها مما يجعلها تتحفز للنمو وتنشط، وهذا ما يجعل الشعر يتكاثف ويطول بسرعة، كذلك يوقف الصلع ويوقف تساقط الشعر فورا، يغذيه ويكثفه ويعزز نموه ويوقف التساقط فورا. العنصر الثاني يكون يعني زيت يكون أصلي، زيت الزيتون البكر من شجرة مباركة، رائع كدهان لفروة الرأس، اختاره يكون أصلي من العصرة الأولى وليس فيه الملح، ويمكنك استبداله بزيت جوز الهند أو زيت اللوز الحلو أو زيت اللوز المر، لأنه زيت اللوز المر يصلح للشعر، يصلح لتكثيف الشعر وإيقاف تساقطه، أو زيت الخروع. زيت الخروع معروف أنه عنده فعالية قوية في إيقاف التساقط وإنبات الفراغات وتكثيف الشعر وتطويله في نفس الوقت. نحتاج إلى قنينة صغيرة، قنينة زجاجية أو بلاستيكية لا يهم. نضع ملعقة من مسحوق الفلفل الحار الأحمر في زيت الزيتون أو زيت جوز الهند أو زيت اللوز الحلو أو زيت الخروع، أو يمكنك مزج تلك الزيوت كلها مع بعضها البعض، تضعي مزيج من الزيوت التي تختارينها. نخلط المكونين جيدا ثم نضع المزيج في برطمان زجاجي أو بلاستيكي. مسحوق الفلفل من مصدر نباتي، مصدر الفلفل مجفف ومحتفظ، يعني باقي محتفظ بمكوناته وخصائصه الفعالة في تطويل الشعر وإنبات الفراغات، إيقاف التساقط، يحفز جريان الدم وينشط الدورة الدموية في فروة الرأس، مما يجعل الشعر تتوقف عن التساقط وتنمو بسرعة، حتى أماكن الفراغات تنمو بسرعة أيضا. نفرغ المزيج في البرطمان، اتركي هذا المزيج، هذا يعني الزيت والمسحوق يتخمر في مكان مظلم وجاف لمدة أسبوع. قبل استعماله خذي القنينة، افرغي القليل منه في أطراف الأصابع ودلكي به فروة الرأس، لكن ملاحظة أخواتي إخواني، ارتدي القفازات أثناء استعماله وحذاري أن يتسرب إلى العيون أو يدخل يعني هذا الزيت إلى الأذن أو الأنف، تجنبي دخوله إلى العيون لكي لا يتسبب في حرقان وحساسية للعيون. افرغي القليل منه في فروة الرأس بعد مرور الأسبوع طبعا، خذي القنينة ودلكي به فروة الرأس جيدا بأطراف الأصابع، دلكي دلكي دلكي، والرأس على وضعية الركوع أو السجود لكي يعني من أجل جريان الدم وتدفق الدم والأكسجين إلى البصيلة، مما يجعل فروة الرأس والبصيلة تستفيد من الزيت. دلكي لمدة 5 دقائق طبعا. غطي الشعر ببلاستيك غذائي، بعد ذلك اتركي الخلطة تستريح على فروة الرأس لمدة 30 دقيقة، واغسلي الشعر بعد ذلك بالشامبو والبسم. يمكنك ترك الخلطة على فروة الرأس لمدة ساعة، وراقبي الزيت كي لا تتسرب إلى العيون.
اغسلي بعد ذلك الشعر بالشامبو والبلسم المناسب لك، استعمليها من مرتين إلى ثلاثة في الأسبوع. الوصفة الصالحة للاستعمال حتى تنتهي تماما، لأنه مسحوق الفلفل مجفف وزيت الزيتون من شجرة مباركة والخلطة مخمرة بطريقة صحية. يصلح هذا يعني العلاج للرجال وللنساء وحتى للأطفال، لكن راقبوا أطفالكم كي لا تتسرب الزيت إلى عيونهم. انظروا إلى الخلطة الموالية لتكثيف الشعر وإيقاف تساقطه والتعزيز نموه، أيضا لتطويل الشعر في نفس الوقت. فصوص الثوم أو مسحوق الثوم المجفف. مسحوق الثوم يباع في السوبر ماركت، في السوبرات، في محلات المواد الغذائية أو عند العطار العشاب، ويمكنكم استبداله بفصوص الثوم، لكم الاختيار. ثوم معروفة أنها تعزز الدورة الدموية في فروة الرأس وتوقف التساقط وتسرع في نمو الشعر. ضيفي لها زيت الخروع أو زيت الزيتون. مسألة الزيوت اختيارية، أو زيت اللوز الحلو، أو زيت جوز الهند، أو زيت أرغان، لكم الاختيار في الزيت. نضع مقدار من زيت الزيتون أو أحد الزيوت التي ذكرتها لكم. ضاعفوا الكمية إذا أردتم، أنا أقدم لكم العينة وأنتم ضاعفوها. ضيفوا ملعقتين من مسحوق الثوم أو فصوص الثوم من 3 إلى 4، قطعوها قطع صغيرة واتركوها بقشورها. خلطوها جيدا، ويعني ضعوها في برطمان، اقفلوه جيدا، ضعوها في مكان مظلم وجاف، اتركوها يعني تتخمر هكذا لمدة أسبوع. بعد مرور الأسبوع قوموا بتصفيتها في المصفاة وطبقوها على فروة الرأس. دلكوا الفروة، تصبح لدينا زيت الثوم البيور الطبيعية الأصلية. دلكوا بها فروة الرأس جيدا، والرأس على وضعية السجود أو الركوع، من أجل أن تمنحوا المجال للدورة الدموية تتدفق إلى فروة الرأس وإلى البصيلة، تجعل فروة الرأس تستفيد من الزيت. دلكوا بأطراف الأصابع، كل الشعر، اجعلوا الدم يتدفق بغزارة إلى فروة الرأس، ثم غطوا الشعر ببلاستيك غذائي واتركوا الخلطة على الشعر لمدة ساعة. اغسلوا الشعر بعد ذلك بالشامبو والبلسم. كرروا هذه العملية من 3 مرات في الأسبوع إلى 2. الخلطة صالحة للكبار والصغار والأطفال، للرجال والنساء، لكل شرائح العمر، وصالحة للاستعمال حتى تنتهي الكمية تماما. ضعوها في برطمان واقفلوا عليها. شوفوا الوصفة الثالثة، مكوناتها رائعة، إذا كانت متوفرة عندكم جربوها، هي تحفز تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس وتوقف تساقط الشعر، تكثفه وتزيد في طوله. ملعقة كبيرة من زيت الخروع، ضاعفي الكمية إذا كان شعرك طويل، أنا أقدم لكم العينة وأنتم ضاعفوها. خلطة رائعة للشعر ولفروة الرأس أيضا. ضيفي لها ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، نفس كمية زيت الخروع هي نفس كمية زيت الزيتون. ضيفي إلى زيت الزيتون وزيت الخروع جل الألوفيرا. الألوفيرا جل، كل بلد كيف يسميه. يمكنك استعمال جل النبتة. هذه الخلطة، إذا وضعت جل الألوفيرا الخاص بالنبتة استعمليها جديدة في كل مرة اصنعيها. إذا وضعت جل الألوفيرا الخاص بالعبوة يمكنك الاحتفاظ بها حتى تنتهي الكمية تماما، لأن جل الألوفيرا الخاصة بالنبتة تتعفن بسرعة، لا يصلح تخزينها. تطبق الخلطة على فروة الرأس وإدهان الشعر من الجذور إلى الأطراف. اسحبوا الخصل خصلة خصلة. تصلح الخلطة للنساء والرجال والأطفال. غطوا الشعر بعد ذلك ببلاستيك غذائي، اتركوا الخلطة تستريح في فروة الرأس والشعر لمدة ساعة كاملة. يغسل الشعر بعد ذلك بالشامبو المناسب لكم أو أحد أنواع الشامبو الطبيعي اللي عملناها في القناة، نترك لكم بعض الروابط في صندوق الوصف. كرروا هذه العملية 2 مرات في الأسبوع، رائع النتائج. يمكنكم أن توقفوا تساقط الشعر وتكثفوه وتعززوا نموه وتوقفوا الصلع بأبسط المكونات المتوفرة في المطبخ. إذا عجبكم الفيديو نتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتضغطوا على كلمة الكل، من أجل أن يصلكم الجديد من وصفات ناجحة فور نزولها. وتابعوني على صفحتي على الفيسبوك أهلا وسهلا، سأترك لكم كل الروابط في صندوق الوصف، كما سأترك لكم رابط الشامبو الطبيعي للشعر في صندوق الوصف. شكرا بزاف وسلام.